وإلى ديالى، حيث انتقد مواطنون تلكؤ مشاريع المواصلات والمجسرات في المحافظة، مؤكدين عدم وجود جدوى منها بسبب عدم اختيار الأماكن الملائمة لها وسط تأكيدات حكومية من أن مشاريع المجسرات ستعالج الاختناقات المرورية. بهدف فك الاختناقات المرورية في مناطق مهمة من محافظة ديالى، باشرت الجهات الحكومية بإنشاء 3 مجسرات في قضاء بعقوبة، إلا أن المواطنين شككوا بفائدة تلك المشاريع وإمكانيتها بحل الأزمة المرورية في المدينة، في إشارة إلى التلكؤ الكبير في إنشاء المجسرات. يعني هناك الكثير من المشاريع على مستوى محافظة ديالى لم يكن لها جذوة اقتصادية، وبالتالي قيامها من عدم قيامها هو عامل واحد، باعتبار أن هذه المجسرات التي أنشئت هي لن تؤدي دورها المطلوب، ولهذا على الوزارة، على الجهات المعنية، الجهات الممثلة، أن تهتم بنوع المشاريع التي تقيمها في هذه المحافظة. هناك أيضا تلكؤ واضح من يعني هذه الشركات التي تقوم بهذه الأعمال، والحقيقة يجب متابعتها من قبل الجهات المعنية، يعني لابد أن تكون مراقبة وبالتالي تحقق الأهداف المرجوة. يعني استبشرنا خير لما سوينا مجسر المفرق، وهذا شيء مفرح ومعفد معلم جدا رائع، ولكن بدت الجهات المعنية بإنشاء مجسرات ما أعتقد أني وكثير من مثلي يعتقدون أنه ما بها أي جدوى. مجسر عبد الله بن علي مكان كلش بعيد، وهذا ما بيع ذيك حركة المرور القوية، أو الرازي أيضا نفس القضية، يعني ما بي أي زخم مروري. ولكن الأجدر على المعنيين لو مسويه في بلدة معقوبة، لأن هذه فد مكان جدا مزدحم ومكتظ بالحركة المرورية والسيارات بكثرة، يعني كان لو مسوي بهذا المكان أفضل، وبدون أنه يخلقون هالزحامات اللي يتأثر على حياة المواطنين. يعني قضية التلكؤ يعني مع الأسف يعني هاي أصبحت في الظاهرة عامة. المشاريع العمرانية في العراق وبالذات في ديالى تتلكئ دون حسيب أو رقيب. الحكومة المحلية في محافظة ديالى أكدت الاستمرار بالعمل في المجسرات 3 مع الوصول إلى نسب عالية في الإنجاز، والتي ستسهم في معالجة الازدحامات. الأعمال مستمرة لبناء 3 مجسرات في قضاء بعقوبة، وهي في الرازي وتقاطع عبد الله بن علي وتقاطع القدس. الكلفة الإجمالية لهذه المجسرات بقرابة 17 مليار دينار عراقي، وبنسب متفاوتة بين المجسرات من 80 إلى 90%. المشاريع جميعها بإشراف مباشر من قبل ديوان المحافظة، وهي من ضمن ميزانية تنمية القانون. وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في وقت سابق عن مخالفات في تنفيذ 14 مشروع لتبليط وتأهيل الطرق في محافظة ديالى، مبينة إن كلفة تلك المشاريع بلغت أكثر من 36 مليار دينار. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.